بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. برحب بيكم حبيبة تلاميذ أبناء الصف الخامس ابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض حصة مراجعة عامة على منهج الترم الأول كله. هنشتغل مع بعض إن شاء الله. أهدافنا النهاردة أن يقرأ عبارات قراءة صحيحة ليفهم فكرها، يستنتج التلميذ معاني المفردات من السياق، يتعرف مواطن الجمال من النصوص الأدبية، يوضح أنواع الجموع وعلامات إعراب كل نوع. نبدأ إن شاء الله مع أول نشاط وهو عن القراءة، الموضوعات المتعددة. نبدأ يا ترى أول موضوع معانا، هنقرأ العبارة وبعدين نفكر واحدة واحدة في الأسئلة ونستنتج الإجابات الصحيحة. نبدأ أولا بالقراءة. في هذا النوع من الأسئلة بقى التلاميذ، أحب أقول لكم حاجة، لازم نقرأ الفكرة قراءة متأنية ونفكر فيها كويس قبل ما نقرأ المطلوب في الأسئلة، لأن أحيانا بيكون المطلوب قدام عينينا في الفكرة لكن إحنا ما قرأناهاش فمش شايفينه، ما نعتمدش على الذاكرة. لازم نقرأ الفكرة كويس ونعرف ايه اللي فيها، ولما نقرأ الأسئلة نبص تاني على الفكرة ونشوف هل يا ترى في إجابة في الفكرة ولا لا. هو غالبا بتكون الإجابة في الفكرة، وفي بعض الأحيان بتكون الإجابة في جزء مش في الفكرة. في نوع من الأسئلة بس أسئلة غير مباشرة بتكون الإجابات ما بين السطور أو من استنتاجك أنت لمعاني بعض الكلمات اللي قدامك. طيب نبدأ نقرأ الفكرة. يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية، حيث يعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء ويتعلم الوفاء والعطاء والتضحية. السؤال رقم ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي. معنى العبر، معنى العبر، هل هي القدرات أم العظات أم الإمكانيات؟ طب نقرأ الفكرة أو نقرأ الجملة اللي فيها الكلمة يستخلص العبر من سير العظماء، يبقى العبر هي يستخلص الدروس العظات، إذن فمعنى العبر هي العظات، مفردها العظة العظة، ومفرد العبر العبرة، العبرة بكسر العين، لأننا إذا فتحنا العين أصبح لها معنى آخر. العبرة جمعها العبر، ومعنى كلمة العبر العظات، مفرد كلمة سير، خد بالكم كلمة سير ما هي ليست سير، سير، يستخلص العبر من سير العظماء. سير، السيرة هي قصة الحياة، إذن هنا مفرد سير هي سيرة، والسيرة معناها قصة حياة، فهو يستخلص العبر من قصص حياة العظماء. مضاد كلمة العطاء، سهلة جدا، إنها الأخذ، الأخذ. طيب لماذا يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية؟ هل يا ترى الإجابة في الفقرة أم نستنتجها أم في جزء آخر من الدرس؟ تعالوا نقرأ الفقرة مرة أخرى لنتأكد. يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية حيث يعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء ويتعلم الوفاء والعطاء والتضحية. الإجابة في الفكرة أمامكم، إذن إجابة السؤال هي يعرف تاريخ بلاده، هذا هو السبب، ويستخلص العبر من سير العظماء ويتعلم الوفاء والعطاء والتضحية. هذا السؤال كان سؤالا سهلا، فننتقل إلى سؤال آخر من موضوع الكهرباء في حياتنا. درس جميل. كما تعودنا أو كما قلت منذ قليل، يجب أولا أن نقرأ الفكرة قراءة متأنية ونفكر فيها. جلس التلاميذ
أمام أجهزة الحاسوب يشاهدون بعض الصور، وفي أثناء اندماجهم في المشاهدة انقطع التيار الكهربائي، فانتهز المعلم هذه الفرصة. هذه هي الفكرة. المطلوب تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي: مرادف انتهز. نقرأ الجملة التي تحتوي هذه الكلمة: فانتهز المعلم هذه الفرصة. أي استغل المعلم هذه الفرصة. فمرادف انتهز استغل. جمع الحاسوب. الكثير منكم سيخطئ ويقول الحاسبات. الحاسبات مفردها الحاسبة، أما الحاسوب فجمعها الحواسيب. مضاد كلمة تبدأ، سهلة جدا. مضاد كلمة تبدأ تنتهي. ما الذي شاهده التلاميذ في غرفة الحاسب؟ ما الذي شاهده التلاميذ في غرفة الحاسب الآلي؟ فلننظر إلى الفكرة، هل الإجابة موجودة فيها؟ جلس التلاميذ أمام أجهزة الحاسوب يشاهدون بعض الصور. هذه هي الإجابة. شاهد التلاميذ في غرفة الحاسب الآلي بعض الصور. سؤال أيضا سهل، كل الأسئلة سهلة طالما أنتم تذاكرون جيدا. الآن فلنأتي مع بعض أنشطة القرائية، وهذا أول نشاط وهو شبكة المفردات. وكما تعرفون شبكة المفردات هي عبارة عن كلمات لها علاقة بالكلمة التي في وسط الشبكة. كلمة الكهرباء، ما الكلمات التي لها علاقة بكلمة الكهرباء؟ فكروا معي، يمكنكم أن تأتوا بكلمات كثيرة. نبدأ بواحدة منها: المصابيح، فهي تضاء بالكهرباء. ماذا أيضا؟ الأجهزة المنزلية. الاتصالات، العمليات الجراحية في المستشفيات. آلات المصانع. يمكنكم أن تأتوا بأكثر من هذا، فهذه مجرد نماذج، فالكهرباء أصبح لها علاقة تقريبا بمعظم حياتنا. فلنأتي الآن لنشاط آخر، إنه عائلة الكلمة. ما هي عائلة الكلمة؟ عائلة الكلمة هي الكلمات التي من أصل واحد أو من جذر واحد، نجد أن أصلها حروف معينة، مثلما ترون الآن كلمة إنبرا. هذه الكلمة في الدرس، إنبرا التلاميذ. أيوة، ها، إنبرا هنا معناها تسابق أو تنافس. إنبرا جاءت من كلمة مباراة. إنبرا معناها تسابق. لها كلمة من نفس العائلة اسمها يتبارى. يتبارى، يتبارى نريد معناها من عائلة كلمة تسابق. قلنا إن برى تسابق، يتبارى. أحسنتم، يتسابق. الآن أصبح عندنا 3 كلمات من عائلة تسابق: تسابق، يتسابق، مسابق. نريد معنى كلمة مسابقة من عائلة كلمة إنبرا ويتبارى، وفي الأسفل مكتوب المتبارون. يا ترى ما الكلمة التي ترادف كلمة مسابقة من عائلة إنبرا؟ أحسنتم، إنها مباراة. مباراة معناها مسابقة. طيب، كلمة المتبارون، عندنا الآن 4 كلمات من عائلة واحدة: إنبرا، يتبارى، مباراة، المتبارون. نريد معنى كلمة المتبارون من عائلة كلمة تسابق، يتسابق، مسابق. ما معنى المتبارون؟ إنها المتسابقون. هكذا، هكذا يجب أن تكون عائلة الكلمة.
كلمات من جذر واحد أو من أصل واحد، وزدنا عليها كلمات من لها نفس المعنى لكن من جذر آخر أو من أصل آخر، وهذه بمعنى تلك. أكمل خريطة الكلمة الآتية، هذا النشاط أيضا من أنشطة القرائية ويأتي كثيرا في الامتحانات، وهذه الكلمات موجودة في درس الكهرباء في حياتنا. كلمة اندماج سنجدها في كلمة اندماج التلاميذ أو اندمج التلاميذ. اندماج، ما نوع هذه الكلمة؟ اسم أم حرف أم فعل؟ إنها اسم. كيف عرفنا أنها اسم؟ لأننا يمكن أن نبدأها بألف ولام، الاندماج، وهكذا. يمكن أن تحتوي تنوين اندماج وهكذا. ما معنى كلمة اندماج؟ إنه تركيز وانسجام. طب ما المضاد؟ ما مضاد كلمة اندماج؟ تشتت وانفصال. نريد كلمة اندماج في جملة توضح فهمك لهذه الكلمة، جملة من عندك ليست من الدرس. أعجبني اندماج التلاميذ في التعلم معاً. أعجبني اندماج التلاميذ في التعلم معاً. يمكنكم أن تأتوا بجمل أخرى وتكون صحيحة طالما أنها تعبر عن المعنى. اندماج بمعنى تركيز وانسجام، إذا كانت بنفس المعنى في الجملة فالجملة صحيحة. مع نشاط آخر، الآن مع نشاط آخر يسمى المعاني المتعددة. المعاني المتعددة، وهذا معناه أننا قد نجد كلمتين لهما نفس الحروف لكنهما بمعنى آخر في كل جملة. كل كلمة في جملة يختلف معناها عن الجملة الأخرى. هات معنى كلمة نافذة في الجملتين. هات معنى كلمة نافذة في الجملتين. توجه المعلم إلى نافذة المعمل. توجه المعلم إلى نافذة المعمل. أحكام القاضي نافذة. رأيت شاهدتم؟ نفس الحروف، نفس الضبط. طيب، إذن فما معنى توجه المعلم إلى نافذة المعمل؟ هذه الجملة في الدرس. نافذة هنا معناها شباك. كيف عرفنا؟ بسبب كلمة المعمل. المعمل له شباك. إذن هنا معنى نافذة في الجملة الأولى شباك. طيب، الجملة الثانية أحكام القاضي نافذة. هل أيضا لها نفس المعنى؟ كلا. نافذة هنا لها معنى آخر. أحكام القاضي نافذة أي تنفذ، يجب أن تنفذ. أحكام القاضي نافذة بمعنى موجبة. معنى نافذة هنا موجبة، أي أحكام القاضي موجبة النفاذ، موجبة، يجب أن تنفذ. إذن فعرفنا الآن معنى كلمة نافذة في الجملة الأولى بمعنى شباك، وفي الجملة الثانية بمعنى موجبة. والكلمات التي عرفنا منها المعنى هي سياق الجملة. كلمة أحكام وكلمة القاضي، هاتين الكلمتين عرفتنا أن نافذة معناها موجبة وهكذا. فنحن نعرف معنى الكلمة من خلال سياق الجملة أو مفاتيح السياق أو الكلمات المفتاحية في الجملة. الآن مع درس آخر، اقرأ ثم أجب. إنه من درس توقعوا معي. في مساء الخميس تجتمع أسرة أمير كعادتها ليعرض كل فرد من أفرادها إنجازاته على مدار الأسبوع، وقد أعد كل أفراد الأسرة أنفسهم لهذا الاجتماع بالقراءة عن العادات المصرية وبالتشاور لاختيار عادة من العادات ومناقشتها.
تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن عند المصريين، فهذا الدرس هو درس تربية الدواجن. قرأنا الفقرة وفهمناها، فلنقرأ الآن الأسئلة. أكمل جمع كلمة مساء. أفكر قليلا. جمع كلمة مساء أمسية. جمع كلمة مساء أمسية. معنى إنجازاته، فلنقرأها في الجملة. ليعرض كل فرد من أفرادها إنجازاته على مدار الأسبوع. هذا هو السياق، فتوقعوا ما معنى كلمة إنجازاته. توقعوها من خلال الجملة. ليعرض كل فرد من أفرادها إنجازاته على مدار الأسبوع. عرفنا أنها إتمامه للمهام، أي ليعرض كل فرد من أفرادها إتمامه للمهام على مدار الأسبوع. الآن مضاد الاتفاق. تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن. ما معنى الاتفاق؟ الاتفاق معناها الاجتماع، ومضادها الاختلاف. الاتفاق معناها الاجتماع على الرأي أو التآلف. أما مضادها فهو الاختلاف. مضاد الاتفاق الاختلاف. السؤال رقم 2، على ما تعودت أسرة أمير؟ علامة هنا اختصار لكلمة على ماذا. هنا يبقى علامة، يبقى إذا جاء حرف الجر على قبل كلمة ماذا تكتب هكذا علامة. على ما تعودت أسرة أمير ولماذا؟ هذا السؤال من جزئين. تعودت أسرة أمير أن تجتمع مساء كل خميس. هذه الجملة هي إجابة النصف الأول من السؤال. النصف الثاني وهو لماذا؟ الإجابة ليعرض كل منهم إنجازاته. إذن تعودت أسرة أمير أن تجتمع مساء كل خميس ليعرض كل منهم إنجازاته. هذه إجابة الجزئين. السؤال رقم 3، كيف يتم اختيار موضوعات النقاش؟ هل يجبرهم الأب على موضوع معين للحديث فيه؟ إذا قرأتم الفقرة ستعرفون كيف يتم اختيار موضوعات النقاش. أين ظهر ذلك في الفقرة؟ انظروا. وبالتشاور لاختيار عادة من العادات ومناقشتها تم الاتفاق على اختيار عادة تربية الدواجن. إذن فكيف يختار الموضوع؟ أو كيف يختار موضوع النقاش؟ إنه يتم اختيار موضوعات النقاش بالتشاور. وما معنى كلمة التشاور؟ التشاور معناها أخذ الآراء. التشاور معناها أخذ الآراء. حلل الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية. هذا أيضا أحد الأنشطة القرائية. كلمة مقاطع صوتية أي أنها مرتبطة بنطقك للكلمة وليست رؤيتك لحروفها. إذن فالمقاطع الصوتية أي أن هناك صوت ينطق ويسمع. يبقى هنا الدواجن المصريين. بداية يجب أن تكون الكلمة مضبوطة ضبطا كاملا. إذا جاءتك في الامتحان ليست مضبوطة، عليك أن تضبطها كما نطقتها. الدواجن، لأنها جاءت في الفكرة هكذا على اختيار عادة تربية الدواجن، مضبوطة حتى الحرف الأخير. إذن كيف نحللها إلى مقاطع صوتية؟ أولا ننطقها على مهلنا، على مهل الدواجن. لاحظتم معي؟ فلننطق الكلمة صوتا صوتا، أو مقطعا صوتيا مقطعا صوتيا. انظروا، أد هناك لام لم أنطقها لأنها لام شمسية. أد دا، لقد قلت حرفين للدال لأن الدال مشددة، اللام الشمسية تبعها حرف مشدد. أد دا واجي ني. كم مقطع؟ هذه الكلمة خمس مقاطع.
سأقوله مرة أخرى قد. إذا في أول مقطع ثلاث حروف، لماذا؟ لأن إيه؟ لم لا أنطق اللام. قد ده وجني حللتها صوتيا، فإذا المرحلة الأخيرة أن أكتبها كما نطقتها هكذا. قد ده وجني كما نطقتها، هذه هي المقاطع الصوتية. طيب المصريين، هذه الكلمة بها حرفان ساكنان وحرف مشدد وحرف مد، بكل سهولة بنفس الطريقة اقرأها أولا على مهل. المصريين والنون مفتوحة، لأن هذه الكلمة هي جمع مذكر سالم، وجمع مذكر السالم النون فيه مفتوحة، سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا فالنون مفتوحة. المصريين. طيب نحلل ننطقها صوتا صوتا. ال هنا اللام قمرية فنطقتها. ال مص، لاحظتم أنني أنطق الحرف الساكن مع المتحرك قبله، أنطق الحرف الساكن مع المتحرك قبله، لأن أنا لا أستطيع نطق الحرف الساكن بمفرده. ال مص ري ي ن، أيضا خمس مقاطع هذه الكلمة. لاحظتم أن الياء مشددة، قلتها هكذا، الياء المشددة عبارة عن حرفين، أولهما ساكن والثاني متحرك، قلتها هكذا ري، لأن الياء الساكنة تنطق مع الراء، والياء الأخرى ممدودة بالياء يي، بين هناك اثنين ياء وراء بعض. ال مص ري يي نا، نطقتها كل صوت مفرده، المرحلة الأخيرة أكتبها كما نطق هكذا. ال مص ري يي نا. وهناك ملحوظة هامة في المقاطع الصوتية، يجب أن نكتب المقاطع الصوتية مضبوطة بالشكل، من الخطأ أن نكتبها بدون ضبط. كما ضبطنا الكلمة قبل أن نحللها، أيضا نضبط المقاطع بعد كتابتها. الآن جئنا إلى قصة مغامرات في أعماق البحار، أسئلة متنوعة من الثلاث فصول. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. أسامة يحب قراءة القصص حبا جما، إجابة صحيحة. قضى أسامة أسبوعا مع أخيه علاء الدين في بيته. أسبوعا؟ نعم، قضى أسبوعان، قضى أسبوعين. يمكن تحويل الخيال إلى حقيقة بالعلم والعمل. يمكن؟ نعم يمكن، إنها عبارة صحيحة. كيف استطاع الأخطبوط الفرار من الحوت؟ فلتتذكروا معي. تذكرتم؟ أفرز مادة سوداء كالحبر، أخفته عن الأنظار، فاستطاع الهرب من الحوت. الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الوسيلة للدفاع عن نفسه. أفرز مادة سوداء كالحبر، أخفته عن الأنظار، فاستطاع الهرب من الحوت. فلنكمل معا. أيضا من نفس القصة، ماذا تعرف عن سمكة أبو سيف؟ تذكرتم؟ إنها سمكة مفترسة، طولها متران تقريبا، ولها سيف طويل مدبب طوله متر تقريبا. هذه السمكة هل تذكرون ماذا فعلت مع الحوت؟ إنها انقضت، ذهبت مسرعة إليه وطعنته طعنة قوية. كم هي شجاعة هذه السمكة. السؤال الثاني، ما أحب الأوقات عند أسامة؟ تذكروا في الفصل الأول، ما أحب الأوقات عند أسامة؟ إنه يحب أيوة تلك التي يقرأ فيها قصة ويسرح بخياله مع أبطال هذه القصة. هذه أحب الأوقات عند أسامة، إنه يحب القراءة ويندمج مع ما يقرأه ويعيش
مع أبطال هذه القصة سواء كانت خيالية أم واقعية، فهو يعيش أحداثها كأنه معهم. القراءة متحررة المحتوى. هذا النوع من الأسئلة هو قطعة من خارج المنهج، ليس لها علاقة بالدروس التي درستها، هي قطعة كلامها واضح وسهلة، وأسئلتها قد تكون مباشرة وغير مباشرة. بعض الأسئلة إجابتها بالفقرة، والبعض مطروق لاستنتاجك مثلما سنرى الآن. بداية كما قلت يجب أن نقرأ الفقرة قراءة متأنية. مصر العروبة ستظل شامخة عزيزة أبي، يعيش جميع المصريين على أرض مصر في محبة وسلام، مهما قام المخربون بأعمال شيطانية لزرع الفتنة، ولكن المصريين على وعي كامل بما يدور ضد الوطن من مؤامرات حقيرة، وسيقف الجميع بحزم في مواجهة زعزعة الاستقرار لتحيا مصر قوية. عبارة جميلة. أكمل. سيقف جميع المصريين بحزم في مواجهة زعزعة الكلمة في العبارة الاستقرار. إذن سيقف جميع المصريين بحزم في مواجهة زعزعة الاستقرار. مصر العروبة ستظل نقط رغم المحن. فلننظر إلى الفقرة موجودة في أول سطر. مصر العروبة ستظل شامخة عزيزة أبي رغم المحن. كلمة المحن أي الصعوبات. كيف يعيش جميع المصريين على أرض مصر؟ هذا سؤال أيضا مباشر موجود بالفكرة. انظروا واقرأوا لتعرفوا. في بداية السطر الثاني. يعيش جميع المصريين على أرض مصر في محبة وسلام. إذن يعيش المصريون على أرض مصر في محبة وسلام. ضع عنوانا مناسبا للفقرة. هذا السؤال يعتبر سؤال غير مباشر لأن إجابته ليست مكتوبة في الفقرة، فلتستنتج هذه الإجابة من خلال فهمك للفقرة، والعنوان يجب أن يكون قصيرا ومعناه مرتبط بصورة مباشرة بالفقرة. يجب أن يكون الكلمات قليلة وترتبط ارتباطا مباشرا بالفقرة، ويمكن أن نأتي بأكثر من عنوان وكلها صحيحة وكلها عناوين صحيحة، لكن المطلوب هنا عنوان واحد فقط. فإذا جاء في ذهنك أكثر من عنوان فلتنتقي أحسنها. مثلا مصر المحروسة، هذا عنوان. يمكن أن نقول مصر الآمنة، ممكن أن نقول وحدة المصريين. كل هذه عناوين صحيحة لأنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالفكرة. فلنكمل إذن الأسئلة. الآن جاء دور النصوص والتذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآية من نص جزاء العاملين. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي. مرادف تخزنا، هل هي تعطنا أم تفضحنا أم تحقرنا؟ فننظر إلى الآية. ولا تخزنا، هذا دعاء. ولا تخزنا، إذن هنا تخزنا كلمة معناها تفضحنا، فالمؤمنون يطلبون من الله ألا يفضحهم، ألا يفضحهم يوم القيامة على بعض الذنوب التي ارتكبوها قبل أن يتوبوا. مضاد تخلف، مضاد تخلف، إنك لا تخلف الميعاد. هل هي توفي، توافق، تعطي؟ لا، توفي. إنك يا ربي توفي الميعاد، لا تخلف أي توفي. مفرد رسل، هل هو مرسل
أو راسل أو رسول، مفرد رسل رسول. بما دعا المؤمنون ربهم، فلنقرأ الآية: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ها الإجابة: بما دعا المؤمنون ربهم. دعا المؤمنون ربهم أن يعطيهم ما وعدهم به على ألسنة الرسل وهو الجنة، وألا يخزهم ويفضحهم يوم القيامة. بمعنى الله سبحانه وتعالى وعد من آمن به وعمل صالحا، وعده بالجنة. كيف وعده؟ عن طريق الرسل التي أرسلها إلى الناس. فمن آمن وعد بالجنة، وألا يخزهم أو يفضحهم يوم القيامة على ما ارتكبوه من ذنوب قبل أن يؤمنوا أو قبل أن يتوبوا. السؤال رقم جيم: ما الجمال في قوله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة؟ ما الجمال هنا؟ الجمال، هل أولا نبحث عن نوع الأسلوب؟ نبحث عن نوع الأسلوب. أي أسلوب هذا؟ إنه أسلوب نهي. طيب، عرفنا الأسلوب، إذا ما الغرض من استخدام هذا الأسلوب؟ إنه الدعاء والتوسل. إذا هو أسلوب نهي غرضه الدعاء والتوسل، إنهم يرجون رحمة الله ويدعونه بكل إخلاص: ولا تخزنا يوم القيامة. هو ليس نهي، إنه هو دعاء وتوسل إلى الله أن يقبل هذه الدعوة ويقبل هذه الدعوات. من نص آخر اسمه: مصر يا أنشودة الدنيا، اقرأ ثم أجب. يا مصر يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب. الأسئلة: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مفرد الأحرار، هل هو الحر ولا الحران ولا الحار؟ سهلة طبعا، الحر. مضاد نصر، مضاد كلمة نصر، هل هو هزيمة أم تخلف أم تأخر؟ مضاد كلمة نصر هزيمة. بما شبه الشاعر مصر في البيتين السابقين؟ أحيانا يأتي السؤال: بما شبه الشاعر مصر في البيت الأول، أو بما شبه الشاعر مصر في البيت الثاني، لكن هذا السؤال: بما شبه الشاعر مصر في البيتين السابقين. إذا فلنقرأ البيتين ولنستنتج التشبيهات. يا مصر يا أنشود الدنيا وأغنية الشعوب، ها لاحظتم؟ يا كعبة الأحرار رن هتاف نصرك في القلوب، ها ما التشبيهات هنا؟ شبهها بالأنشودة والأغنية في البيت الأول، يا أنشودة الدنيا وأغنية الشعوب. وفي البيت الثاني بما شبهها؟ شبهها بالكعبة التي يقصدها الأحرار. هذا تشبيه جميل، لأن لها قدسية خاصة، كما أن الكعبة بمكة لها قدسية عظيمة. السؤال رقم جيم: يا كعبة الأحرار، هذه جملة. الجملة الثانية: يحج المؤمن إلى كعبة الله. وضح ما تحته خط في الجملتين السابقتين. هنا يوجد كلمة كعبة وهنا يوجد كلمة كعبة، هل الكلمتين نفس المراد أو نفس المقصود أو طبعا هناك اختلاف، فكروا معي قليلا. ما الفرق بين كعبة في الجملة الأولى يا كعبة الأحرار، وكعبة في الجملة الثانية يحج المؤمن إلى كعبة الله؟ الفرق واضح. في الجملة الأولى كعبة المراد المكان الذي يقصد الأحرار وهي مصر، فقد شبه الشاعر مصر بالكعبة التي يقصدها الأحرار. ذلك المراد أو المقصود هو المكان الذي يقصده الأحرار وهي مصر. أما في الجملة الثانية كعبة هي بيت الله الحرام بمكة،
الذي يحج إليه المسلمون كل عام. هناك فرق بين كعبة وكعبة، الكعبة الأولى المقصود بها مصر وهي المكان الذي يقصده الأحرار، أما الكعبة الثانية فالمقصود بها هي الكعبة التي بمكة في بيت الله الحرام التي يحج إليها المسلمون. إلى نص آخر وهو طريق المعالي. إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا، واظب عليه مجدا واطلبه ظهرا طويلا. هذان بيتان النص. تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى تبغي، هل هي تبني أم تفوز أم تريد؟ إن كنت تبغي المعالي، أي إن كنت تريد المعالي، فتبغي هنا معناها تريد وتطلب. مفرد المعالي، هل هي العالي أو العالية أو المعلى؟ المعلى. طبعا هناك المعالي معناها الأمور العظيمة والمكانة العالية والمكانة الرفيعة. بما ينصحنا الشاعر في الأبيات؟ إن كنت تبغي المعالي فالعلم أهدى سبيلا، واظب عليه مجدا واطلبه ظهرا طويلا. ما النصائح الموجودة في الأبيات التي أمامكم أو في البيتين اللذين أمامكم؟ ينصحنا الشاعر بطريق العلم للوصول للمكانة العالية ونواظب عليه طوال عمرنا. ما الجمال في قول الشاعر العلم أهدى سبيلا؟ ما الجمال في قول الشاعر فالعلم أهدى سبيلا؟ فكروا معي، هناك تصوير. وما معنى كلمة سبيل؟ سبيل معناها طريق. إذا هو فلنا فالشاعر هنا صور العلم بطريق، أو يصور الشاعر العلم بطريق يسير فيه الإنسان ليصل إلى المعالي. هذا هو الجمال. الجمال هنا إيه؟ تصوير. صور ماذا بماذا؟ صور العلم بطريق، صور العلم بطريق يسير في الإنسان ليصل إلى المعالي. هذا نص جميل فيه قصة وعبرة تنهانا عن التكبر. فلنقرأ بداية الأبيات قبل أن نقرأ الأسئلة. في وسط قنطرة تلاقت ذات يوم نعجتان بالكبرياء شهيرتان غليظتان عنيدتان، إحداهما نظرت إلى الأخرى بعين الامتهان. بالتأكيد تحفظون البقية، فهو نص ممتع. الأسئلة. تخير الصواب مما بين القوسين. جمع قنطرة قناطير أم قناطر أم قنطار؟ طبعا إنها قناطر. مرادف لامتهان، مرادف أي معنى. نظرت إلى الأخرى بعين الامتهان. الامتهان هل هو الاحتقار أو السهولة أم الامتحان؟ طبعا الاحتقار. اشرح الأبيات بأسلوبك. الثلاث أبيات كيف تشرحها؟ تكتب ما فهمته بأسلوبك أنت. السؤال يقول هكذا بأسلوبك. إذن من خلال الشرح وقراءتك للمعاني ومذاكرتك لشرح الكتاب، فبالتأكيد ستعرف كيف ستجيب عن هذا السؤال، وكل له أسلوبه الخاص. تلاقت نعجتان على قنطرة. قنطرة معناها جسر. تلاقت نعجتان على قنطرة، هاتان النعجتان تشتهران بالكبرياء والعناد، وكان من الطبيعي أن تفسح إحداهما طريقا الأخرى حتى تستطيع العبور، فاستكبرت إحداهما ورفضت الرجوع واحتقرت الأخرى. هذا شرح الثلاث الأبيات التي أمامكم. السؤال رقم جيم، استخرج من الأبيات تعبيرا جميلا ووضحه.
من هنا لم يحدد لك ما هو هذا التعبير الجميل. قد تجد عدة تعبيرات جميلة، بما أنه لم يحدد فاختر الأسهل طالما أنه صحيح. بالكبرياء شهيرتان، تعبير يدل على شدة اتصافهما بالكبر. تعبير يدل على شدة اتصافهما بالكبر. هذا أسهل تعبير جمال في هذه الثلاث أبيات، وهو صحيح 100%. بما وصف الشاعر النعجتين في البيت الثاني، ما هو البيت الثاني؟ بالكبرياء شهيرتان غليظتان عنيدتان. بما السؤال، بما وصف الشاعر النعجتين في البيت الثاني؟ الإجابة واضحة أمامكم، إنهما تشتهران بالكبرياء والغلظة والعناد. نكمل. الآن جاء دور القواعد النحوية، إنها فاكهة اللغة العربية. فقرة وعليه أسئلة، فلنقرأ أولا الفقرة ولنفهمها قبل أن ننظر إلى الأسئلة. العلم والعمل ضروريان لإعمار الأرض، وقد حثت الأديان السماوية على طلب العلم، ووعد الله العاملين والعاملات بالثواب العظيم. المطلوب أولاً رقم ألف، أعرب ما تحته خط. عندنا ثلاث كلمات ضروريان طلب الله. إذن كلمة ضروريان، العلم والعمل ضروريان، العلم والعمل اثنان ضروريان، مثنى يعرب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ولا بد أن نقول لأنه مثنى لأن علامة الإعراب هنا ليست أصلية. هناك العلامات الأصلية للإعراب، هي مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مجرور بالكسرة، لا نقول بعدها لأنه، إنما نقول لأنه إذا كانت علامة الإعراب علامة فرعية، مثلا مرفوع بالألف، منصوب بالياء، منصوب بالكسرة، وهكذا، لا بد أن نقول لأنه. الكلمة الثانية طلب، سهلة جدا، اسم مجرور بعد على وعلامة جره الكسرة. هناك من يقول اسم مجرور بعلى، وعلامة جر الكسر إجابة صحيحة أيضا، بعلى أو بعد على، كلاهما صحيحان. الكلمة الثالثة الله، لا بد هنا أن نكتب لفظ الجلالة. إذا أردت أن تعرب، أن تقوم بإعراب هذه الكلمة، يجب أن تقول لفظ الجلالة ثم تقول الإعراب المناسب لها. لفظ الجلالة فاعل مرفوع ولم تفعل الضمة، لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وهكذا. يبقى يجب أن نبدأ بكلمة لفظ الجلالة ثم نذكر إعراب الصحيح. كلمة الله، ووعد الله العاملين، وعد الفعل، الله هو إيه؟ لفظ الجلالة الفاعل، لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. السؤال رقم باء، استخرج من الفقرة جمع مؤنث سالم، ابحثوا معي، لا يوجد غير كلمة واحدة. العاملات جمع تكسير، أيضا لا يوجد غير كلمة واحدة، إنها الأديان. هذه كلمة تنتهي بألف ونون، لكنها ليست مثنى، إنها جمع تكسير، لأن مفردها الدين، وجمع تكسير كما درستم يأتي بتغيير شكل المفرد. أكمل بما هو مطلوب بين القوسين أمام كل جملة. زرع نقط الأرض، المطلوب مثنى، والمثنى كما تعلمون أنه مرفوع، إذا جاء مرفوعا يكون مرفوعا بالألف، وإذا جاء منصوب أو مجرور فيكون منصوب أو مجرور بالياء. هنا زرع هذا فعل، كلمة الأرض هنا ستكون مفعول به، إذن فالمطلوب فاعل والفاعل مرفوع وهو مثنى فهو مرفوع بالألف، زرع الفلاحان الأرض. هل يجوز أن نقول زرع التلميذان أو زرع المعلمان؟ لا، هذه الكلمة ليست مناسبة،
هي صحيحة إعرابيا لكنها ليست مناسبة، يجب أن تكون الكلمة مناسبة للمعنى لكي تأخذ الدرجة عليها. نقط ناجحون، ماذا نقول؟ يريد مبتدأ، هل المبتدأ هنا أيضا مثنى؟ لا، إنه جمع، قد يأتي جمع تكسير، قد يأتي جمع مذكر سالم، لكنه لا يأتي جمع مؤنث سالم، لماذا؟ لأن الخبر مذكر، التلاميذ ناجحون، التلاميذ ناجحون. صوب الخطأ فيما يلي: المهندسين بارعان، ما الخطأ هنا؟ بالطبع إنها كلمة المهندسين، لأنها مبتدأ والمبتدأ مرفوع، فالصواب المهندسان بارعان، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنها مثنى، وبارعان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنها مثنى. فلنأتي للسؤال الآخر، اقرأ ثم أجب. مدينة دمياط مدينة عظيمة، يشتهر أهلها بالنشاط وحب العمل، وتتميز الصناعات فيها بالإتقان، فالعمال مخلصون ومبدعون، وتستقبل دمياط يوميا وافدين من محافظات مصر باحثين عن فرصة عمل أملا في حياة كريمة لهم ولأبنائهم. استخرج من العبارة جمع مذكر سالما، ابحثوا، يوجد أكثر من كلمة، فلنختر أسهلها أو أوضحها أو أقربها. مبدعون، هناك أيضا كلمة مخلصون وكلمة وافدين وكلمة باحثين، كل هذه كلمات صحيحة جمع مذكر سالم، ولكن اختر أي واحدة، فكلها كلمات صحيحة. وهات مفرده، طبعا الجمع المذكر السالم إذا حذفنا الواو والنون أو الياء والنون سيكون مفرد. مبدع، مبدعون مفردها مبدع. جمع مؤنث سالما، انظروا إلى الفكرة، يوجد كلمة واحدة فقط، أين هي؟ لا، كلمتان، كلمتين، عندنا محافظات وعندنا الصناعات، تتميز الصناعات فيها بإتقان، وهي يأتي وافدين من محافظات مصر، هاتين الكلمتين جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم يأتي بزيادة ألف وتاء على مفرده محافظة، التاء مربوطة، إنها ليست من أصل الكلمة، إنها علامة للتأنيث، لذلك إذا زدنا الألف والتاء علامة التأنيث للجمع فتحذف علامة التأنيث المفرد، وهكذا. طيب، لذلك فهي جمع مؤنث سالم. جمع تكسير، وهات مفرده، العمال مفردها العامل. هل يوجد كلمة أخرى؟ نعم، كلمة أبنائهم مفردها ابنائهم، وهكذا. أعرف ما تحته خط كلمة مدينة، هناك كلمتان، الكلمة مكررة مرتين، مدينة دمياط مدينة عظيمة، فما إعراب مدينة الأولى وإعراب مدينة الثانية؟ الأولى بالطبع إنها اسم في أول الجملة، فهي بالتأكيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أما مدينة الثانية وهي المطلوب إعرابها، إذا قلت فصل الربيع فصل الجمال، فصل الأولى مبتدأ وفصل الثانية خبر، مدينة دمياط مدينة عظيمة، مدينة الأولى مبتدأ، مدينة الثانية خبر، فإعرابها خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الصناعات، وتتميز الصناعات فيها بالإتقان، تتميز الفعل، ما الذي تتميز؟ من الصناعات، هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كلمة مخلصون، فالعمال مخلصون، ما إعرابها؟ أحسنتم، إنها خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. كلمة وافدين، لا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، تستقبل دمياط، دمياط هي التي تستقبل، ما الذي تستقبله؟ نعم، وافدين إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم.
فن كلمة الطبيب وضع المثنى في جملتين بحيث تكون في الأولى فاعلا وفي الثانية مفعولا به. هذا السؤال يحتاج تفكير قبل الإجابة. فن كلمة الطبيب، إذا فهي إما أن تكون الطبيبان أو تكون الطبيبين. إذا كانت مرفوعة فهي الطبيبان، إذا كانت منصوبة أو مجرورة فهي ستكون الطبيبين. انظروا إلى بقية المطلوب: بحيث تكون في الأولى فاعلا والفاعل مرفوع، إذا ستكون الجملة المثنى الطبيب يكون فاعل، يكون إيه؟ انظروا إلى الجملة، إلى هذه الجملة: ذهب الطبيبان إلى المستشفى. الطبيبان هنا فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه إيه؟ مثنى. طيب الجملة الثانية يجب أن تكون مفعولا به، مثنى الطبيب ومفعول به، يبقى هي هتبقى إيه؟ الطبيبين. طيب فكروا في جملة بحيث تكون الكلمة مفعول به: شكر المرضى الطبيبين. شكر الفعل، مرضى هي الفاعل، والطبيبين هي المفعول به. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. سؤال آخر: العلم نور، كما قلت نقرأ الفقرة قراءة متأنية. العلم نور يضيء للإنسان طريقه في الحياة، والمتسابقون في العلم فائزون. وقد شهدت مصر نهضة علمية حيث حرصت الأمهات على تعليم بناتهن ليكن أمهات مثقفات يخرجن ليكن أمهات مثقفات يخرجن أجيالا تقدر أهمية العلم. استخرج من الفقرة: جمع مذكر سالم. هناك كلمتان: المتسابقون وفائزون. لا، المتسابقون جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم. فات، أحسنتم. جمع تكسير أجيالا. جملة اسمية: العلم نور. هناك جملة غيرها وهي أيضا سهلة، لكن اخترنا الأسهل وهي العلم نور. جملة فعلية: يضيء للإنسان طريقه في الحياة. أعرب ما فوق الخط، أو قد تكون أعرب ما تحت الخط، أو أعرب الكلمات المخطوطة كلها بنفس المعنى. للإنسان، الخط هنا شامل الحرف، حرف الجر، إذا فيجب أن نعرب، أن نكتب حرف الجر، تكون هكذا: اللام حرف جر، الإنسان اسم مجرور بعد اللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فائزون، فلننظر إلى الجملة: والمتسابقون في العلم فائزون. كلمة فائزون هي الكلمة التي أتمت معنى الجملة الاسمية مع المبتدأ. طالما هي هكذا إذن فهي خبر، جملة اسمية وفائزون هي التي أتمت المعنى، إذن فهي خبر، خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. كلمة نهضة: وقد شهدت مصر نهضة. شهدت الفعل، مصر الفاعل. ماذا شهدت مصر؟ نهضة. النهضة هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تخير الإجابة الصحيحة. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون. كلمة ولدان مرفوعة بالضمة أم بالألف أم بالواو؟ نفكر قليلا. كلمة ولدان مفرد أم مثنى أم جمع؟ البعض تسرع وقال إنها مثنى لأنها تنتهي بألف ونون. لا، هذه الكلمة جمع التي تنتهي، المثنى هنا ولدان، إنما هذه ليست ولدان، إنها ولدان. لابد أن نقرأ الكلمات مضبوطة ضبطا صحيحا حتى نفهم بطريقة صحيحة ونجيب إجابة صحيحة. يطوف عليهم ولدان، ولدان جمع تكسير وليست مثنى، ولدان وليست ولدان، ولدان. يطوف عليهم ولدان مخلدون. كلمة ولدان مرفوعة بما إنها جمع تكسير فترفع بإيه؟ بالضمة.
إذن هذا السؤال يرتبط بصحة قراءتك للآية أو للكلمة. آخر سؤال، المؤمن الحقيقي هو الذي يأمن الناس جانبه ولا يتوقعون منه شرا بالقول أو الفعل، فلا يقول اللسان إلا الصدق ولا تقدم اليد إلا كل خير، وقد نهى الله المؤمنين عن الغيبة فهي من آفات اللسان. أعرض ما تحته خط اللسان، فلا يقول اللسان، يقول اللسان. إذا فهي فاعل مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة. المؤمنين، لقد نهى الله المؤمنين، نهى الفعل، والفاعل هو لفظ جلالة الله، الله لفظ جلالة فاعل. المؤمنين هنا مفعول به، ما علامة نصبه؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. آفات، فهي من آفات اللسان، من حرف جر، إذن فآفات اسم مجرور بعد من وعلامة جره الكسرة الظاهرة. استخرج من العبارة فعلا ماضيا وهات مضارعه. فكروا معي هنا، ها أين الأفعال؟ يأمن فعل مضارع، يتوقعون فعل مضارع، يقول فعل مضارع، أين الفعل الماضي؟ تقدم فعل مضارع، نهى، هذا هو الفعل، نهى فعل ماضي، ما مضارعه؟ ينهى، ينهى، لا أقول ينهي، أقول ينهى، الضبط هنا مهم. ضميرا، أي ضمير هو؟ واذكر نوعه، ضمير غائب. هناك أيضا هي، هو الضمير الغائب، فهي من آفات اللسان، أيضا هذه الكلمة صحيحة، هي ضمير غائب. صوب الخطأ، ولم يذكر أين الخطأ، فلنقرأ الجملة قراءة متأنية. تكرم الدولة أبناؤها المتفوقين، أين الخطأ هنا؟ تكرم الدولة فعل وفاعل، من الذي يكرم؟ أبناء، أبناء هذا الموقع في الجملة موقع مفعول به، لكن إذا هذا هو الخطأ. لقد كتبت مرفوعة، أبناؤها، إنها منصوبة، أبناءها. طيب كلمة أبناءها كيف نكتب الهمزة؟ أتذكرون الدرس مراجعة الإملاء؟ همزة متوسطة مفتوحة وقبلها ألف مد، تكتب على السطر تكرم الدولة أبناءها، والهمزة مفتوحة لأنها مفعول به منصوب وعلامة تصويب فتحة. تكرم الدولة أبناءها المتفوقين. ثني واجمع الجملة التالية، الفتاة المهذبة محبوبة من الناس. سهلة جدا، المثنى، فتاتان المهذبتان محبوبتان من الناس. طيب الجمع، الفتيات المهذبات محبوبات من الناس. هكذا جئنا إلى نهاية السؤال الأخير من درسنا هذا اليوم. كان معكم الأستاذ محمد أبو الفتوح حمود من إدارة دمياط التعليمية، مع تمنياتنا بالتوفيق الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.